خلاص خلاص خلاص. شو بس انت زعلان؟ خلاص ايه هسروق ايه خلوا الولد يعطر. خلوا انت تعوشون بالبيت، بالبيت تعوشون بالبيت. خلي الولد يتعالج وبعدين تتفاهم. لا 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 اطلع اطلع. أبرزها ثروته وزوجته وسبب الوفاة أسرار لا تعرفها عن عزيز الأحمد. هل عزيز متزوج كوكي من هي زوجة عزيز الأحمد القزم اليوتيوبر السعودي؟ السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. أبرزها ثروته وزوجته وسبب الوفاة أسرار لا تعرفها عن عزيز الأحمد. جدل كبير انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد الشهير بعزيز القزم مساء أمس الخميس، الأمر الذي أدى إلى وجود حالة حزن عارم على السوشيال ميديا. وتصدر عزيز الأحمد مؤشرة البحث جوجل بعد وفاته بسبب مرضه وثروته وجنسيته وزوجته. وتوفي عزيز الأحمد عن عمر يناهز 27 عاما بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته الغدة النخامية التي تنتج القليل جدا من هرمون النمو لعيوب وراثية. زادت عملية البحث إلى جوجل حول زوجة عزيز الأحمد وذلك بعد وفاته، وبالبحث حول الفيديوهات المنتشرة للقزم السعودية اتضح أنه ظهر مع فتاة دعا مريم كوكي وبينهما مفاجآت رومانسية. هل عزيز متزوج كوكي من هي زوجة عزيز الأحمد القزم اليوتيوبر السعودي؟ هل عزيز متزوج كوكي من هي زوجة عزيز الأحمد القزم اليوتيوبر السعودي؟ حيث تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الخميس 19 يناير 2023 مع وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد أو عزيز الأسمر، وسادت حالة من الحزن في أوساط متابعي عزيز الأحمد اليوتيوبر السعودي الملقب بالقزم بعد الإعلان عن وفاته، داعين له بالرحمة والمغفرة. في حين تساءل البعض بعد وفاته عن معلومات عنه، إضافة إلى سؤال هل عزيز متزوج؟ تصدر خبر وفاته العناوين من هي زوجة عزيز القزم وكم تبلغ ثروته. بعد رحيل اليوتيوبر السعودي الشهير وصانع المحتوى عزيز الأسمر الملقب بكوكسال العرب، خيمت حالة من الحزن والصدمة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين له. في حين تسأل آخرون كم تبلغ ثروة عزيز السعودية وما هو سبب وفاته. وتضاربت الأنباء حول أسباب وفاة عزيز السعودية، حيث قال أصداء كوسكال العرب إن سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد هو تدهور حالته الصحية، حيث كان يعاني من مشاكل في النمو منذ ولادته ولم يجد أهله أي علاج له، وتدهورت حالته الصحية في الآونة الأخيرة. في حين أكد صديقه يزن وهو يروي عن اللحظات الأخيرة قبل وفاة عزيز السعودية أن صحته لم تتدهور في الآونة الأخيرة كما يروج البعض، بل كان في أتم صحته وعافيته. وفي يوم وفاته طلب من صديقه مساعدته على الاستحمام في الصباح الباكر، مما أثار دهشته إلى حد كبير، وخلد بعدها عزيز إلى النوم ليسلم الروح إلى بارئها وسط صدمة أصدقائه ومحبيه في العالم العربي. سبب وفاة عزيز الأسمر القزم السعودي ومن هو وكم عمره. انتشر خبر وفاة عزيز الأسمر القزم السعودي من أصول سورية المنصات الاجتماعية في المملكة والدول العربية كافة، إذ أكده يزن في مقطع فيديو على حسابه في سناب شات ليسيطر الحزن الشديد لدى كل من يعرف هذا المشهور. وأكد يزن الأسمر في حديثه نبأ وفاة عزيز الأسمر القزم صاحب الفكاهة والابتسام الرائعة من خلال الظهور خفيف الظل على قلوب الجميع، الأمر الذي أكسبه مكانة واسعة لديهم عبر مشاهدة لقطاته مع صديقه وأشخاص مشهورين آخرين. تصدر خبر وفاته العناوين من هي زوجة عزيز القزم وكم تبلغ ثروته. خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة البلوجر السعودي الشهير عزيز الأحمد أو كما هو مشهور على إنستغرام باسم عزيز الأسمر. عزيز السعودي شاب من مواليد 1995، أي يبلغ من العمر 27 عاما، لكن هيئته وصوته طفولية، إذ أنه يعاني من مرض التقزم ولديه ضمور في العضلات منذ ولادته أثرت على نموه. مرضه كان سبب في شهرته في السعودية،
والتي امتدت حول العالم، إذ أن لديه متابعين بالملايين عبر حسابه على سناب شات، ودائما يظهر مع صديقه يزن الأسمر وهو ممثل ومشهور ويوتيوبر من مواليد السعودية ويحمل الجنسية السعودية، ويعد من الوجوه الفتية في الدراما السعودية، ويبدو أن اسمه عزيز بالأسمر على اسمه، ويظهر أنه سمى عزيز بالأسمر على اسمه، ويظهر دائما من خلال فيديوهات عزيز أنه يمتلك سيارات فريهة، كما أنه سكن وقام في أجمل وأفخم المنازل في السعودية والوطن العربي، ولذلك يحظى باهتمام كبير من جانب المتابعين. نشاطات عزيز الأحمد لم تقتصر فقط على مقاطع الفيديو الكوميدية وصوته الطفولية، لكنه أيضا زار مخيمة اللاجئين وقضى معهم يوما للذكرى، والتقط صور رفقتهم فضلا عن أصناف الطعام الوفيرة التي جلبها لهم، وجلس يتناول معهم الطعام. بحسب الفيديوهات التي كان ينشرها، فهو متزوج من سيدة اسمها مريم، وظهر معها في احدى الفيديوهات في نوفمبر الماضي وهي تعلن حملها، فقالت له عزيز انا حامل، ليسجد هو سجدة شكر ويحمد الله، ثم يذهب لصديقه ويخبره بذلك. وبحسب ما قاله صديقه يزن، فان ذلك كان ثاني ولد له، اذ قال اثناء الفيديو سيكون لديك طفلين، الاول من كوكي والثاني من مريم. سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد، مات في عز شبابه. أثار خبر وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد حالة كبيرة من الحزن بين جمهور السوشيال ميديا الذي ارتبط به عاطفيا. وسبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد هو تدهور حالته الصحية، حيث كان يعاني من مشاكل في النمو منذ ولادته ولم يجد أهله أي علاج له، وتدهورت حالته الصحية في الآونة الأخيرة. ونعرض لكم أهم المعلومات عن نقص هرمون النمو والمشاكل المرتبطة به بعد وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد. وفقا لموقع هوبينكس ميديا، كان يمكن أن يكون GHD موجودا عند الولادة خلقيا أو يتطور لاحقا مكتسبا، وهو ما حدث في حالة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد. وتحدث الحالة إذا كانت الغدة النخامية تنتج القليل جدا من هرمون النمو، يمكن أن يكون أيضا نتيجة لعيوب وراثية أو إصابة شديدة في الدماغ أو الولادة بدون غدة نخامية في بعض الحالات. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. ما هو سبب ما تفعله كوكي زوجة عزيز؟ لا تنسوا أن تشاركونا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.